اليهود لم يجدوا في عصورهم من موسى بن عمران وإلى يومنا هذا عزا كعزهم في الأندلس، دونوا فيها علومهم وصاروا صار فيهم التجار، وبعدان سقطت الأندلس وعذب اليهود على يد فرناند وغير فرناند من النصارى. من الذي آواهم؟ آوتهم الدولة العثمانية، وعاشوا عزا في الدولة العثمانية. ولذلك اليهود هنالك مئات الآلاف، بلا مبالغة، مئات الآلاف من اليهود يعيشون في تركيا وفي إسطنبول تحديدا، معززين مكرمين يرفضون الذهاب إلى إسرائيل لأنهم وجدوا عزا بجوار المسلمين. طيب نعود إلى موضوعنا، المساجد إلى الآن، مسجد الحمراء، مسجد قرطبة، مسجد إشبيلية، مسجد غرناطة، إلى الآن كنائس، كنائس، وعذب فيها الأبرياء من المسلمين ومن اليهود ومن النصارى الذين لم يوالوا الاحتلال الذي كان على الأندلس. وصارت مشارب خمر. لماذا لم تتكلموا إذا كنتم تتكلمون بالدين؟